ما شاء الله عليك، وش ذا العقل اللي كأنه كمبيوتر؟ وش ذا الحبكة ما شاء الله؟ هواية يا خالد، هواية. من يوم وانا صغير أحب مخمخ وأخطط وأنفذ، بس بصراحة افتقدت الألعاب الذكية دي، لأن حسيت أنه أصلاً بدمخي صدي. تدري يا خالد؟ تدري وانا صغير اللي في المدرسة يزعلني كنت مخمخ عليه لين أخلي الإدارة تقلب عليه لدرجة يصدقون أنه هو مجرم. تدري المفروض أني أكون كاتب بوليسي أو على الأقل في المخابرات ولا محقق زي كونان، بس الله يهدي عمي راشد خرب علي أصلا. طلباتكم؟ نفس العادة يا محمد. أستاذ خالد؟ موهيتو. أنت بيضربك السكر ما كثر الموهيتو ذا. أخي ما لك من السكر حقي، دامك تحب الأكشن والفلة والحركات هذه، عندي مشكلة بك تساعدني فيها زي ما أنا ساعدتك في مشكلتك، ساعدني في مشكلتي. أمرني يا خالد. إبراهيم وجوده خطر علي وعلى مجموعتي في الشركة. صحيح إن الحين بلا قوة، لكن لو قام ترى بيسوي لنا مشاكل ما لها آخر. وأنا وعدت أبو قاسم، تعرفني يا براء، ما بخلف بوعودي. طلباتك. إبراهيم يختفي. كم؟ كفو.